واش نقول لكم؟ الحمد لله اللي كي خرجت سلامات. انا كي شفت الفيديو تاعي انا ما امنش اني حي. تقول ميت سبحان الله ربي. ها شوفوا واش عندي، والله برت خشات هذو في يدي، هذو هنا وهنا وقلبو زا في راسي، والله ما نسى حاجه واحده اخرى في الجسم تاعي. خرجت شعره من العجين، بصح كان ممكن نخلي حياتي ونيتم ولادي. هذا العباد هذو ما لازمش يسوقوا، ما لازمش يعطي لهم ترميات. مانيش عارف هذا الجبان اللي يدير هكذا. مانيش عارف تصرفات ما يتصورهاش بنادم، في عقله هكذا. يا ما كاش كيفاش حتى فين ما تشوفهاش تفاصيل القضيه، يعني كيفاش حتى بدات المناوشات هذه ما كانوش يقدروا يجوزوا. كانوا في لابون ديرجونس، كانوا فيتاس كبير. ونشوف في التلفزيون هكذا ناس السوق ويتعس بنادم يسوق يعيش. شوف التلفزيون من لوطوروت، يعني واعره. انا كل يوم فيها نخدم في المترو، نخدم في مترو الجزائر. يعني ماشي انسان اللي متهور ولا انسان ستابل، يعني فري حياتي كالم. في حياتي راني فري كالم، هادي طريق رايح لداري بعد عمل تاع نهار. نتلاقى بهاد العباد ما عندهمش كيفاش يجوزوا، ما كانش يكفيهم الوقت باش يجوزوا بلا بون ديرجونس لا بريمير فوا. ما كيقدرش كيف يدخل. من بعد ضربني تما، ضربني على جنب الطوموبيل تاعي ودنيتها. خليت سيد كيف نخلي الوليد ساعه بيني وبينه يجوز، ما يقدرش هكذاك وقاسم. من تم بدات المناوشات، يسبوا فيا، حبوا يبراكيوني. وانا نقول لهم نحبسوا عند الدرك الوطني، حبسوا عند لي جوندار، ما تهضرش معايا. السبان تيروا عليا بكانيطات تاع الكوفا كيما كنت تشوفوا يعني. ومن بعد لحقت الفيديو هذيك تاع الانسان اللي كان يفيلمي، يعطيه الصحه. هذا نقول له بارك الله فيه. هذيك اللحظة ما كاش اللي يقدر يقول الشعور تاعو ولا الإحساس. كنت نخمم كيفاه ولادي، كيفاه ندخل لهم ولا كيفاه. بالك نموت، بالك ما عرفتش واش صار. يعني مقلب يدوروا في بالك 60,000 حاجة. تفكرت خويا اللي مات هكذا، يا رماوه ما بان عليه حتى خبر، اللي ضربوا ما بان عليه حتى خبر. ضربوه راح، ضربوه لصق في كاف الله يرحمه، وخلى طفلة مسكينة يتيمة. نخمم في ولادي كيفاش، إلا يسلكوا ولا راح نموت ولا بزاف أمورات. والناس اللي وقفت معايا طوموبيل، يعني زرت حتى هكذاك على الطوا تاعها على السطح واحد 50 متر. ما كنتش نجري، ما كنتش يا ربي ما وصلتش 80 70. هذا السوق نتاعي، ما نجريش خلاص. والف انسان يكبر يسعى دراري كذا لابس، وديما معايا. البارح الحمد لله رب العالمين ما كان معايا حتى واحد، وكنت جاي من الخدمه.